على كل حال الإدارة هنا أتت بجوائز وقالت إنه يسألون الإخوة، فمن أجاب بالصواب فله جائزة، ولكن الجوائز الآن مختلفة، مختلفة الجوائز. أنا حسب السؤال يا شيخ واحد يا شيخ، ها واحد احسن من هذه. هذه السعر متقارب، السعر متقارب، لا ان كان متقارب ما يخالف. بسم الله الرحمن الرحيم. ماذا بلغتم في الدراسه؟ لاني اخشى اسال اسئله ما بلغتموها في الدراسه. ها ثانوي يا شيخ؟ ثانوي زين. طيب هنا رجل صلى الصلاة بغير وضوء ناسيا، فهل يلزمه أن يتوضأ ويعيد الصلاة أو لا يلزمه؟ ضاعت الدعوة. اسمع يا جماعة، يلا يا مالي. أقول ضاعت الدعوة كل ما رفعوا يجي. ما اختر أنت، اختر لو ما خضر خضر. نسمع اسم يا شيخ من ربيه منين هو جاي؟ اسمه منين هو جاي؟ إيه. اسمكم ما يمنعك. صبيا يا شيخ. طيب من صبيا أجب يتواضع ويصلي ولو كان ناسيا. إيه بعد من تام الصلاة ذكر أنه صلى بغير وضوء يتواضع ويعيد الصلاة. طيب إنسان آخر كان ما خارج، كان على ثوبه نجاسة ونسي أن يغسلها وصلى، لما سلم ذكر أنه أن على ثوبه نجاسة، ها يغسلها ويصلي مرة ثانية. الظاهر يمكن بعضهم يخالف. إذن إصابته في الأول محاها خطأه في الثاني. ما في توبية يا شيخ؟ نعم. ما في شيء توبية؟ إيه طيب اسمعوا كلكم، هذه فائدة. إذا صلى الإنسان بغير وضوء ناسيا ثم ذكر وجب عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة. إذا صلى بثوب نجس ناسيا أن يغسله فصلاته صحيحة على القول الراجح، ولا بعض العلماء يقول يجب عيد، وبذلك نقول إنه يستحق 75% من الجائزة. نقصة يا شيخ؟ هي هي شيء نقص. هي ثلاث نقاط. إذا بصحون. الله إنه ماتش. خذ يا رجل. خذ. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليك السلام. الله يجزاك خير. بارك الله فيك. برجع المسلم. ها؟ الله يسلمك. بارك الله فيك. هذه إن شاء الله تعالى تقدم لنا فيها فطور في البيت. إن شاء الله. إن شاء الله. طيب نأخذ سؤال ثاني. رجل صلى بشخص واحد وكان هذا الشخص يصلي عن يساره، عن يسار الإمام حتى انتهت الصلاة، فما حكم صلاة هذا الرجل الذي يصلي عن يسار الإمام؟ نبي واحد من قوم واحد بس. أعيد السؤال. طيب رجلان صلى يا جماعة فصار المأموم عن يسار الإمام حتى انتهت الصلاة، هل تصح صلاته أو لا تصح؟ والله
ما سبحان الله. قومنا واحد شيخ. يلا قوم. رفع صوت. ها؟ يقول يا شيخ هو عارف ولا جاهل؟ أي. نخليها كل المسألتين جاهل وعالم. نعم. إن كان جاهلا صحت صلاته. ينبههم الإمام. ما نبه الإمام، الإمام أجهل منه. يلا. نعم. صحيحة. طيب إذا كان عالما يعيدها. تمام. الجواب صحيح، الجواب صحيح، ولكن لاحظوا أن القول الراجح فيما إذا صلى عن يسار إمامه ولو عالما فالصلاة صحيحة، لأن وقوفه عن يمين الإمام على سبيل الأفضلية لا على سبيل الوجوب. بارك الله فيك.